السلام عليكم. بريطانيا بدأت بتجهيز حاملات طائراتها العملاقة من أجل إرسالها للبحر الأحمر، وذلك لمواجهة جماعة الحوثي في اليمن. التفاصيل كلها قد نشرت على التلغراف البريطانية. نتحدث هنا عن تفاصيل مهمة للغاية نشرت على هذه الصحيفة البريطانية، وكذلك بتصريحات رسمية قادمة من قبل وزير قوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي. والحديث هنا عن حاملة الطائرات العملاقة البريطانية HMS Queen Elizabeth بالإضافة إلى HMS Prince of Wales. وهذه الحاملات الطائرات التي نتحدث عنها هي مصممة لحمل طبعا أو لحمل مصممة بشكل خاص لحمل هذه الطائرات، وهي طائرات F-35 بي الشبح. وهذه السفن العملاقة التي نتحدث الآن عنها، بريطانيا في صدد الاختيار أي من هذه السفن من الممكن أن يقومون بإرسالها للبحر الأحمر. فبالنسبة لـ HMS Queen Elizabeth، هذه السفينة سبق لها وأن انتشرت في مهمة قتالية في عام 2021 ضد تنظيم داعش الإرهابي من ضمن عملية Operation Shader، بالإضافة إلى ذلك إلى أنها الآن تشارك في مناورات أو تدريب يطلقون عليه تدريب المدافع الصامت. بالتالي يبدو بأنها تتحضر للانتشار في البحر الأحمر لمواجهة جماعة الحوثي في اليمن. ولكن أيضا HMS Prince of Wales لم تشارك سابقا بأي معركة في السابق، هي أحدث من HMS Queen of Elizabeth أو Queen Elizabeth، بالإضافة إلى ذلك إلى أن Prince of Wales التي نتحدث عنها ليست مرتبطة بأي تدريب أو مناورة، ومن الممكن لها أن تنتشر الآن وبسرعة كبيرة للغاية. ولكن طبعا انتشار أي من هاتين السفينتين يعتمد تماما على طبيعة ما سيحدث مع حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS Dwight Eisenhower المنتشرة في البحر الأحمر، وهي في مواجهة دائمة مع جماعة الحوثي في اليمن. ما يتحدث عنه البريطانيون هنا بشكل مباشر بأن USS Dwight Eisenhower غير قادرة على البقاء للأبد في هذه المنطقة، كما كان هو الحال مع USS Gerald Ford التي كانت منتشرة في البحر المتوسط وبعدها غادرت هذه المنطقة. بالتالي Dwight Eisenhower من الممكن بأي لحظة أن تغادر المنطقة، وذلك من أجل الصيانة، من أجل إدامة هذه السفينة. وعلى هذا الأساس الآن بريطانيا تفكر بأن هنالك ثغرة ستترك في البحر الأحمر، وبأن يجب أن يقومون بملء هذه الثغرة بإرسال إحدى حاملات الطائرات البريطانية التي تحدثنا عنها، وذلك لكي تكون حاضرة مع المدمرات المنتشرة من ضمن حلفة حارس الازدهار، وخاصة أن هنالك عمليات عسكرية مستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا بدعم من 4 دول من ضمن عملية بيسايدن آرشر في استهداف جماعة الحوثي بشكل مباشر. وهذا يعود إلى خطورة ويعود انتشار حاملة الطائرات البريطانية ورغبة البريطانيين بنشر حاملات الطائرات بهذا الشكل بسبب إمكانية جماعة الحوثي المستمرة في عملية الاستهدافات إن كانت باتجاه البحر الأحمر وعلى خليج عدن وبدقة عالية للغاية. على سبيل المثال يوم أمس القيادة المركزية الأمريكية اليوم قالت أن يوم أمس جماعة الحوثي في الساعة 11:30 من مساء يوم أمس بتوقيت صنعاء أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن باتجاه البحر الأحمر، والمدمرة USS Gravely تمكنت من تدمير هذا الصاروخ تماما. ولكن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية عن جماعة الحوثي العميد يحيى سريع قال بأننا أطلقنا عددا من الصواريخ البحرية باتجاه USS Gravely، أي أنهم حاولوا استهداف هذه المدمرة الأمريكية، وقالوا بأن قال بشكل واضح بأننا سنستمر في استهداف السفن الأمريكية والسفن البريطانية بسبب أن هنالك اعتداء عليهم، كما وصف طبعا ما يجري الآن في هذه المنطقة، ومستمرون في عملية نصرة غزة كما تحدث، وكذلك أيضا في نفس الوقت استهداف السفن الإسرائيلية وغيرها. وبالتالي بالنسبة لجماعة الحوثي لا توقف لديهم أبدا في عملية الاستهدافات في هذه المنطقة. وليس هذا فحسب، أن بعد هذا الاستهداف الذي جاء باتجاه USS Gravely قامت، وعلى ما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كما تحدث الإعلام التابع لجماعة الحوثي بعملية ضربة مباشرة باتجاه مدينة صعدة، هذا الكلام عن يوم أمس. كذلك الآن قبل دقائق من أن نبدأ هذه الحلقة هنالك أنباء أيضا عن ضربة باتجاه صعدة وباتجاه قدرات جماعة
جماعة الحوثي في هذه المنطقة قد تكون واحدة من الأدلة عن أن هنالك ضربة تمت يوم أمس على صعدة تحديدا، هي هذه الطائرة التي ترونها والتي كانت قادمة من مصر تحديدا من القاهرة باتجاه عدن، وتلاحظ من الفلايت ريدار 24 كيف أن هذه الطائرة غيرت وجهتها كما تلاحظون هنا في هذه النقطة. عادة عندما تتجه إلى عدن فهي تقطع الحديدة بهذا الشكل وتذهب إلى عدن مباشرة، بالتالي تغيير وجهتها مع تغيير وجهة هذه الطائرة على ما يبدو أيضا تتفادى الذهاب إلى صعدة أو عبر اليمن أو عبر هذه المنطقة حجة بشكل عام، وذلك أن هنالك شيء ما حدث أو على وشك أن يحدث باتجاه صعدة، وبالتالي العمليات تبدو مستمرة في هذه المنطقة. لكن جماعة الحوثي لا زالت تمتلك القدرات، والقدرات التي تمتلكها لا زال الأسطول الأمريكي الخامس يعتبرها خطيرة وخطيرة للغاية، على سبيل المثال براد كوبر وهو قائد الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في مملكة البحرين، كان في لقاء على برنامج 60 مينتس على سي بي اس نيوز الأمريكية، وكان قد تحدث ببساطة عن خطورة هذه الصواريخ البالستية المضادة للسفن، وقال بأن هذا الصاروخ لا يأخذ الكثير من الوقت لكي يستهدف أي سفينة مثلا موجودة في البحر الأحمر، هو بحاجة إلى 75 ثانية فقط لكي من لحظة انطلاقه حتى استهدافه للهدف الذي يبحث عنه، إن كان سفينة تجارية أو إن كان مدمرة بريطانية أو أمريكية أو غيرها. لا بل إنه تحدث بأن أمام المدمرة عادة من 9 ثواني إلى 15 ثانية لكي يتمكن من التصدي واتخاذ قرار للتصدي لهذا الصاروخ البالستي، أي أن هنالك ثواني فقط لاتخاذ قرار في طبيعة الاستهداف وطبيعة مواجهة هذا الصاروخ لإنقاذ أرواح الطاقم الموجودين طبعا أو المتواجدين في هذه المدمرة أو السفن بشكل عام. وقال بأن هذه مواجهة فريدة من نوعها، هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الصواريخ البالستية بهذه الطريقة وصواريخ الكروز المضادة للسفن على السفن التجارية وعلى المدمرات، بالتالي هو تحدي الثواني، هو ليس بالتحدي العادي أبدا، والوجود البريطاني هنا يوضح لنا أن المسألة ليست بالعادية وأنها خطيرة للغاية، وكذلك أن بريطانيا مهتمة تماما مثلها مثل الدول الموجودة من ضمن حلف حارس الازدهار بمسألة النفط وأسعار النفط. فجماعة الحوثي ببساطة الآن نجحت برفع أسعار النفط بهذا الشكل الذي ترونه، إذا ما عدنا لمدة شهر على سبيل المثال في سعر برميل النفط أو النفط الخام، ستلاحظ بأنك أن النفط قد ارتفع تماما قد تقريبا في أول من يناير قبل شهر قبل 30 يوما، ستلاحظ بأن السعر كان 75.89 دولار لبرميل النفط الواحد، الآن ارتفع إلى 81.29 مع انخفاض بسيط في الأيام القليلة الماضية، ولكنه مرشح جدا أن يرتفع بشكل أكبر في ظل استمرار جماعة الحوثي بهجماتها. لا توقف أبدا من هجمات جماعة الحوثي، وهذه هي المسألة التي تجعل جماعة الحوثي ليست عادية في طبيعة هذه الاستهدافات. وواحدة من النقاط التي تركز عليها الولايات المتحدة الأمريكية في طبيعة الاستهدافات في هذه المنطقة هي سفينة بهشاد الإيرانية المتهمة بأنها تقوم بعمليات تجسسية لصالح جماعة الحوثي من أجل أن يقوموا بضربات دقيقة للغاية في خليج عدن وسابقا في البحر الأحمر. أوسن ديفندر كانت قد نقلت تفاصيلا بأن هنالك دراسة ووضع للخيارات الأمريكية، طرحت هذه الخيارات للرئيس الأمريكي جو بايدن بأن علينا إغراق هذه السفينة المتمركزة هنا في خليج عدن لأنها تمكن جماعة الحوثي من القيام بكل ما تقوم به على الأقل الآن في خليج عدن في هذه المنطقة لاستهداف السفن الحربية الأمريكية، السفن الأمريكية المدنية التجارية وغيرها من السفن التجارية بشكل عام الإسرائيلية وحتى غير الإسرائيلية. لكن الاستهداف هنا والقرار في إغراق بهشاد هو لا يأتي من ضمن مواجهة جماعة الحوثي على سبيل المثال في هذه المنطقة، الأمر ليس مرتبطا بهذه المسألة فقط، ولكن هو من أجل الانتقام للجنود الثلاثة الأمريكيين الذين قتلوا مؤخرا بهجوم اتجاه قاعدة الركبان المتواجدة داخل المملكة الأردنية الهاشمية بضربة بطائرة مسيرة مفخخة لم تؤدي إلى قتل هؤلاء الجنود فقط، وإنما جرح ما يقارب الأكثر من 50 جنديا أمريكيا. وهنالك تفاصيل مثيرة للغاية نشرت على بوليتيكو الأمريكية ABC نيوز الأمريكية قبل ساعات قليلة على NBC نيوز الأمريكية، تتحدث عن طبيعة الخطة الأمريكية والخيارات الأمريكية في طبيعة الاستهدافات القادمة في هذه المنطقة ردا على ما جرى ومن ضمنها سفينة بهشاد التي نتحدث عنها. فبالنسبة طبعا لهذه الصحف ببساطة عن طريق مسؤولين أمريكيين تحدثت بأن الاستهدافات ستأتي
مباشرة على العراق وعلى سوريا، نتحدث عن الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق وفي سوريا، وعند سؤال المسؤولين الأمريكيين عن إيران وإمكانية الولايات المتحدة لضرب إيران لم يكن هنالك أي جواب نهائيا، لا بلا ولا بنعم. وبسبب الظروف الدبلوماسية مع الجانب الإيراني ومحاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإبقاء الدبلوماسية مع إيران، قد تكون سفينة بهشات في ظل كل هذه التفاصيل هدفا جيدا للرئيس الأمريكي جو بايدن لكي يقوم بإغراق هذه السفينة، ينهي قدرات جماعة الحوثي في هذه المنطقة ونوعا ما يخفف من الحصار المطبق على مضيق باب المندب، وكذلك يرسل رسالة لإيران بأننا قادرون فعلا على ضرب سفنكم وغيرها، وترسل رسالة واضحة للجانب الإيراني بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي عندما تتوسع الأمور وتصل إلى الجنود الأمريكيين وقتلهم، لأن هذا خط أحمر واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هنالك العديد من الأهداف التي ممكن أن تتحقق من ضرب هذه السفينة دون اندلاع حرب أو دون التعرض على السيادة الإيرانية بشكل مباشر. وكذلك واحدة من الأمور والتفاصيل التي نشرت عن طبيعة ما تريد القيام به الولايات المتحدة الأمريكية بحسب الـ ABC نيوز الأمريكية، قالوا بأن هذه العمليات ستستمر لعدة أيام بل لعدة أسابيع من ضربات قادمة على هذه المنطقة بأكملها إن كان العراق وإن كان سوريا، وبأن ستكون هنالك عمليات ليست ملحوظة وستكون عبارة عن هجمات إلكترونية، بالإضافة إلى أن هنالك عمليات سرية سيتم تنفيذها، ولم يوضحوا ما طبيعة هذه العمليات السرية إذا ما كانت هنالك اغتيالات إنزالات أو غيرها. بالتالي نحن أمام شيء كبير قادم على هذه المنطقة، ليس هذا فحسب بل إن هذه الضربات ستكون موسعة للغاية على الفصائل المسلحة المقربة من إيران بشكل عام عندما نتحدث إن كنا عن العراق أو حتى إن كنا في سوريا. وطبعا الضربات ستطال بحسب هذه التفاصيل كل النقاط التي استخدمت في عملية الاستهداف الصاروخي أو حتى بالطائرات المسيرة إن كانت في سوريا وإن كانت في الداخل العراقي، وسيقومون بضرب المنشآت وغيرها التابعة لهذه الصواريخ أو الطائرات المسيرة، بالتالي ضرب القدرات الهجومية لهذه الجماعات لإضعافها. إذن هي ستكون عبارة عن ضربات انتقامية بالدرجة الأساس، ضرب القدرات لهذه الفصائل الهجومية بشكل عام، وكذلك في نفس الوقت ردع هذه الأطراف من القيام بهجمات في المستقبل، وخاصة أن الهجوم الأخير كان قادما على قاعدة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا توسع خطير في طبيعة الهجمات في مؤشرات من عدد من الفصائل الجديدة التي ظهرت مؤخرا بعد هذا الاستهداف. إحدى الفصائل وإحدى الحركات وهي حركة تحرير الحرمين الشريفين تبنت الهجوم الذي جاء في هذه المنطقة وقالت بأنها ستوسع هجماتها على الخليج العربي بشكل كبير للغاية. بالتالي الولايات المتحدة لا تريد هذا الأمر، وهي تريد أن تصعد بشكل كبير لتعطي رسالة واضحة: لن نسمح بكل ما قمتم به. وكذلك أن هنالك قرارا لإرسال المزيد من المنظومات الدفاعية الأمريكية للمنطقة بشكل عام، وذلك للتصدي لطبيعة السيناريو الذي جرى مؤخرا. المنطقة التي نتحدث عنها هنا في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا فيه الكثير من المشاكل عادة، وهنالك إصابات كثيرة تحدث بسبب هذه الهجمات. الوول ستريت جورنال تحدثت عن بعض هذه التفاصيل المثيرة للغاية، وأكدت بأن الطائرة المسيرة بحسب آخر التحقيقات الخاصة بهم بعد أن قالت ببساطة CNN الأمريكية أن الطائرات المسيرة كانت قادمة من قاعدة الإمام علي من سوريا بشكل مباشر لاستهداف قاعدة التنف أو قاعدة الركبان التي تحدثنا عنها هنا. لنأخذ هنا هذه الصورة، وهنا قاعدة التنف مرة أخرى، وهذه هي قاعدة الركبان هنا التي تم استهدافها مؤخرا. بالتالي بالنسبة لي CNN تحدثت بأن الطائرات المسيرة جاءت إلى التنف وبعدها تم الاستهداف في هذه المنطقة، ولكن الوول ستريت جورنال قالت بأن الطائرات المسيرة ببساطة أو طائرة مسيرة كانت قادمة من العراق، وقد لا يكون منطقيا أن تخترق هذه المسافة بأكملها على مسافة ما يقال العشرة كيلومترات أو حتى أكثر من 10 كيلومتر تدخل الأراضي الأردنية لكي تقوم بهذه الضربة. والكلام كان في البداية إلى التنف، بالتالي هم كانوا على ما يبدو يبحثون عن مشاغلة المنظومات الدفاعية هنا أو حتى تحقيق التفاف بهذا الشكل لضرب قاعدة
الركبان بشكل مباشر. هنالك الكثير من الكلام عن طبيعة والتحقيق حول ما جرى. وول ستريت جورنال ذكرت أن كانت هنالك طائرة مسيرة أمريكية هي تسير باتجاه هذه المنطقة وجاءت الطائرة المسيرة معها، وبالتالي كان هنالك خلط على طبيعة أي من الطائرات هي المعادية وحققت الاستهداف في نهاية المطاف. بالتالي هنالك تفكير كبير على نشر منظومات دفاعية تتصدى للطائرات المسيرة أو حتى منظومات باتريوت. الحديث هنا أن ستكون هنالك منظومة باتريوت قادمة ستنتشر في الداخل العراقي. هنالك الكثير من الخيارات وبحسب التحقيقات المطروحة هنا بهذا الاتجاه. والمشكلة أن الأمور ستتصاعد بشكل خطير على ما يبدو بسبب أيضا التطورات في داخل قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية نشرت مقاطعا وهم يتصدون للدبابات الإسرائيلية المتوغلة في خان يونس. واحدة من اللقطات نوعا ما كشفت طبيعة الاشتباكات وأين تجري هذه الاشتباكات، ووضحت نوعا ما أين تقدم الجيش الإسرائيلي في خان يونس رغم التصدي الناجح الذي جرى هنا من قبل المقاومة الفلسطيني هنا. وستلاحظ أن هنالك بعض العلامات في هذه المباني هنا، وتلاحظ أن هنالك شكل مميز في هذه المنطقة مع هذا الشارع، المنطقة ترابية، وهنا واضح المقاتل وهو يتصدى لإحدى الدبابات التي كانت طبعا قريبة منهم أو منه في هذه النقطة. تلاحظ أن الشارع يبدو وكأنه شارع رئيسي وليس بالشارع الفرعي. وآخر تحديث قد صدر من الوور مابر في الأيام القليلة الماضية، في الخمسة أيام القليلة الماضية، وضح أن هنالك تقدما إسرائيليا بهذا الاتجاه. والمقطع يتحدث ببساطة بأنه في خان يونس، أي من الممكن أن تكون العملية هنا أو الاشتباكات في هذه المنطقة. هذه صورة أوضح لطبيعة المباني أو المناطق المفتوحة، وقد يكون منطقيا للجانب الإسرائيلي أن يحقق اختراقا بهذا الاتجاه، وقد يكون الاشتباك هنا في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة مرشح هذا الطريق أن يكون هو الطريق الذي جرت فيه هذه الاشتباكات. وستلاحظ طبعا الطريق الذي تحدثنا عنه هنا بهذه المنطقة، والتقدم الإسرائيلي يأتي هنا بعد أن كانت هنالك اشتباكات بجانب جامعة الأقصى تحديدا هنا في هذا الاتجاه. مساحة فارغة ممكن أن تستغل من قبل الجانب الإسرائيلي. وفعلا إذا ما اتجهنا وبعد فحص هذا الطريق بشكل دقيق ستلاحظ أن طبيعة الاشتباكات وسيطرة الفصائل الفلسطينية لا زالت حاضرة هنا، ولكنها أيضا توضح أن الجيش الإسرائيلي تقدم إلى هذه المنطقة. ستلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما التي لاحظناها هنا، وهذه هي طبعا نفس العلامات، نفس المبنى الذي ظاهر كان ظاهرا لنا، وهذا هو نفس المبنى، نفس الطريق، المنطقة الترابية. بالتالي المقاومة الفلسطينية نوعا ما أو المقاتل من الفصائل الفلسطينية من حركة حماس أو كتائب القسام هو كان متواجدا هنا ويصوب باتجاه الدبابة. بالتالي الدبابة الإسرائيلية عندما كان يستهدفها هي كانت موجودة بهذا الفرع تحديدا، أي أن الصورة التي كانت ظاهرة ونشرت مؤخرا توضح أن هذه الدبابة كانت هنا، وطبيعة الضربة من هذا المقاتل أو الضربة التي جاءت بالآر بي جي 7 أو السلاح المضاد للدروع كان هنا، وبالتالي هو تمكن من إحراق هذه الدبابة كما ظهر في هذا المقطع. بالتالي إسرائيل فعلا واضح جدا أنها تقدمت بشكل أكبر، وهذا هو الذي أصبح واضحا من آخر تحديث من الوور مابر في 24 ساعة الماضية. لاحظ هذه قبل وهذه بعد، هذه هي الظروف الجديدة في خان يونس وهي التي قد تفسر الكثير من التصعيد القادم في هذه المنطقة. وبالتالي شكل قطاع غزة الآن أصبح بهذا الشكل. تلاحظ خان يونس هنالك إطباق تام عليها، الشمال تم السيطرة عليه، وقد نرى الكثير مما يأتي في الوسط، وسنرى ما الذي سيحدث على مستوى رفح. كلام كبير وكلام كثير وتطورات هائلة جدا تجري في هذه المنطقة بشكل عام، وجميع ينتظر العملية الكبيرة التي ستقودها الولايات المتحدة الأمريكية إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا، وأيضا تركيز كبير على التحركات البريطانية في حاملات الطائرات البريطانية التي نتحدث عنها.